تعمل ما يعمل لك اللي في بيت في الصباح لا عرسه عرسه بيت في الصباح ما في الدار صدار في الدار دار عربي في دار عربي كو وقت اللي داروا الناس كل شيء هو اش عمل قبل بقداش شال الروضة شال الصباط شال كل شيء هو شال الروضة شال هو يا اخي سي الحبيب انتم كيفاش في نابل الراجل هو اللي يشري الروبه لا هو هو حب يشريها معناش هو شراها هو شراها اصيل اللي في نابل في بلاد اخرى لا تونيزي سي براس باري هكا ولا معناها لا لا معناش المراه هي اللي تشري الروبه بلاد ما تعملش سولمون ما يقابلش الراجل مش ياخذ الطفله ما يقابلهاش ما يكلمهاش ما يعملش موجود هذا في انا خرجت على النطاق هذا لان انا اختها واخت اخويا داك الصفة هذيك ارتبطنا بالسبتاش كملنا خذينا بعضنا كمل انت ويا شنو الحكايه هو كان هو كان هو كان هو كان يعرف كان يتزعبن ويبدل يتزعبن كاو راه الناس كل ما بخبو بقول هو يعرف كان كل يوم يبسل تبديله جديده كاو كي ترى كي تراه تدخل بانس هو هو ما يخدمش هو ما يخدمش وقتها مازال ما يخدمش ويتزعبن من الفارغه كيف يعيش هو يعيش مع اليهود اصحاب اليهود وكل شيخ معاهم وكل فهمت ما يكونش خالد خالد كان مع اليهود خالدتي مع اليهود فهمت نخاف بقى كيف جاء وقت اللي طب يخدم كل وقت هو طب يخدم كل عامين قعدنا كنا رفزنا كل عامين هو بعد شد خدمه خدم في كوبانيه وقتها في الستاندارد تليفونيست في كل شان في شمان تفير ايه طب يخدم جديد دوبا من طب طبك العام هذاك اللي خدم وكل لم وكل شو شرى بيهم دبجو كله شال حسن روبه شال لوكس من تونس سبعة صورتي كل سافا هي البدل نهلوا فيها كل شيء قالوا مش نكسبها امي قعدوا الناس مصدرين وكل في قبيل كانوا زايد ورجال مزوز في الوقت هذيك لكن سال عنا كل خطا هكا بستوش ودورمك تصوير هكا هكا الاخرى تعمل لك كل تخبى وكنسى خايفين كيفاش راجل طب الصداع كيفاش راجل تخلي هو طب واحد وين نص المراجل في جورج المثوره وكلهم يضحكوا ويضحكوا كلهم كنسى الكل خازن لوتية خازن كلهم مدرقين وجوه لوتية خازن عندي كثيرة مرات ستوش هكا الاخرى عامله هكا وما مخبي تبدلت الامور اي واضح اي هيا كساني راه جات وكل طلع برحى اللي جا وقت اللي خاصه نساكل خاص طلعني احنا عندنا سقيفه رونتري كبير سقيف طلعني وكل شيء قال لي نتصوره من التصويره انا يعني بعد امي شافت قالت لي انت صيح تقول كيفاش كيف تصور انت وياه يا اخي تو هو نهار فرح معناتها علاش المشكل معناتها ما حبيتش كيفاش قالت لي شبيه لازم تتصور اي معناتها نهار الفتحه ما يجيش تصور معناتها اي قبل ما يجي هي قالت لي ما يجيش تصور نهار الفتحه انت تصورت قالت لي انت تصورته فينا دوما واحنا في الدار صورنا التصويره هذيك هكا عندنا مكبرينها فهمتك عملنا الفتحه ومن بعديك اي بعد ايش عرسنا قعدت بعد عرست قعدت قعد لم روح وخدم ولم تريف عرسنا جا مشى عرسه مشى شرى عمل بيتهم وعمل ليكسو عمل بيتهم عمل سالة عمل بيت في توس كي الفوق ما عندوش دار الدار فين ماشي دار ما عندي هم يسقوا بس عرس فين كيفاش باش عرس وين باش تحطها بيت الفطور اي مطلع في بيت نوم وجا نوريها لك بيت نوم ورا لامي وكل شيء ما فهمتش طلع في سي الحبيب معناتها طلع في بيت نوم وين تحطها وانت ما عندكش دار ما عنديش دار بعضك ما يكريوش هما وقتها ما يكريوش هما شكون عيب 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 اللي يكري عيب ما يكريوش في نابل احنا التوك ما نحبوش التوك نحب اللي يكري عيب اي التو اللي يكري باش يعرف مثلا يخرج من داره واخواته يسكن دار بو ثلاثة ساكنين مع امهم بيت 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 وفول بيوت قالت له في حق انت زهر اقعد في عقلك وقت اللي تعمل تعمل امي امي جمع فوديست مش مطلوبة كل ما عندهاش دخل فيه شو يعمل هو اللي يعمل في وحده في روحه شي موبيلك شي بعد قال لهم ما نساش انا ونشد بيت نوم نحط على بسمك شي بسمك ما لقيتش نعبيه بيت نوم شو نعبيه ونش حطها بيت نوم شاكر دار واحد ولاد عمه وكراضي اللي قلت عليه ولاد عمه مو حديدانات قراو معاه وكل مهم زين مصلعين وقتها اون كونجي اون فاكونس سيقوا الدار ونظفوها ودينا وبيضها وكذا واحد موبيليا بعد قال لهم مش نعرس انا عندي دار عمل دار كراها كراها كل وقت 7000 في الشهر دار مكريه فهمت دار كامله في 4 بيوت